أقوم بالله عبد الله يوسف الحرثاني موظف إلى روضة نوراني أندونيسيا سائق باص نوراني أندونيسيا سائق باص روضة نوراني أندونيسيا روضة نوراني أندونيسيا تقدم خدمات تعليمية وتربوية وترفيهية مجانية لطلاب أيتام غزة فلسطين. هذه الروضة تقدم من المساعدات التي تقدمها لأطفال الأيتام فلسطين غزة قرطاسية مدرسية زي مدرسي رحلات ترفيهية طبعا وجبات غذائية طبعا وجبات غذائية صحية باستمرار هذا كل ذلك مجانا من الشعب الأندونيسي. نشكر الشعب الأندونيسي على ما قدمه من دعم في إسناد هذه الروضة الدعم المجاني وأيضا نشكر مؤسسة NPC الأندونيسية برئاسة الأستاذ عبد الله أونيم وشكرا لكم جزيلا الشكر.